الحب موضوع بيتكرر يوميا، بنقابله كل يوم في حياتنا بل كل لحظة. عشان كده لازم نوعي الناس يعني ايه حب. المشكلة في مجتمعنا اللي مفيش حد اتدرب على الحب، احنا بنمشي ورا الحب كمشاعر بس. فاكرة يا منى خدت مين الوحش ده؟ مش فاكرة، فكرني. خدت منى الصغننة. العلامات اللي بتؤدي الى فتور في علاقة الحب بين اتنين او مجموعة كالتالي. اول حاجة الاهتمام يبدأ يقل. تاني حاجة الكلام بينهم هيبقى بسيط جدا، ومفيش كلام خالص عن المستقبل. لو انت زوج وزوجة دايما بتتكلموا مع بعض، حتى المخطوبين كل قعداتهم بيتكلموا حوالين مستقبلهم. هنجيب الشقة فين؟ هندخل ولادنا ايه؟ هنجيب البوتاجاز؟ كل قعداتهم عن المستقبل. فلو اي زوج وزوجة الكلام عن المستقبل مع بعض قل، دي علامة. علامة تانية اللي كل واحد يفكر في نفسه بس. ليلى عايز اقول لك ان من يوم عرفنا بعض اديت لي سعادة اللي يحلم بها اي انسان. انت اكتر يا محمد. في دراسات، ودي دراسات قليلة، كلمت اللي فيه مادة من المخ، كيمياء يعني في المخ، مادة معينة هي اللي مسؤولة عن الحب والارتباط، والمادة دي بتقعد سنتين ثلاثة عند الانسان وبعد كده تروح. طبعا دول من انصار سمير غانم في مسرحية المتزوجون، هي سنة بيتجوز وخلاص وبيحصل له مشاكل بعد كده. لا، الحب بيستمر للأبد. أشكرك يا رب، حققت لي كل أحلامي، هفضل أصلي لك طول عمري. فجل حبنا. هنا بقى الأمور نسبية. يعني إيه نسبية؟ مختلفة مش مطلقة. يعني في ناس تقولك الحب الأول بالنسبة لي ما بنساهوش لأني مريت بيه بتجارب كتيرة جدا. ممكن يموت في حالة إذا مر بعد كده مع نفس الشخص، مع نفس المحبوب، بتجارب سيئة جدا. على مدار الزمن الحب ممكن يموت. أنا كل اللي بطلبه إن أنا ننفصل بهدوء. ننفصل؟ ليه؟ منى أنا عارف إنه صعب عليكي، لكن ده أمر واقع ولازم إحنا الاتنين نواجهه بشجاعة. في بعض الأشخاص بيبقى عندهم بقى حنين لعلاقات قديمة قوي، وده لأسباب كتير. أول حاجة لأن هو حصل له إشباع من الطرف ده، إشباع مشاعر خاصة بالحب بالطرف ده، مر بتجارب إيجابية جدا وحقق له كتير جدا من أهداف الحب، سواء اللي هو يحبه أو التاني، الطرف التاني، يبقى في حب متبادل. دايما لما بيكون في حب متبادل، ودايما لما يكون في مودة ورحمة، ودي أساس العلاقة الزوجية، كل ما يكون في اشتياق شديد جدا للشخص اللي قدم لي الحاجه دي. ما كانش لازم تتعبي نفسك وتيجي المستشفى. ازاي بقى؟ انت ما تعرفش انا بحب دوريا قد ايه؟ دي انسانه رقيقه جدا وفي منتهى الادب والكمال. ست تتحب فعلا. ربنا يخليها لك يا صلاح. هنقول دلوقتي روجيتا عشان نحافظ على علاقه الحب. اول حاجه لما تيجي تحب وتتجوز، ما تحبش وتتجوز عشان تشبع حاجات عندك، لا، انت بتحب وتتجوز علشان مشاعر تانية كتير قوي. فلازم تحب عشان تكون علاقة، مش تحب عشان تشبع مجموعة غرائز عندك. روشيتا كمان، انت اكتر ارتبط باللي يحبك مش اللي انت بتحبه. اذا كنت عايزة تحافظي عليا وعلى بيتي ما تبعديش عني ابدا. لازم نتجوز يا منى. علشان نحافظ على شريك الحياة محتاجين نعمل شوية حاجات كده. العلاقة كل ما تكون علاقة زوجية، كل ما تكون علاقة روتينية تبقى رتيبة. فمهم جدا للأزواج اللي هم يجددوا العلاقة الزوجية بتاعتهم. إزاي؟ يروحوا مكان جديد سوا يكتشفوه، يروحوا يومين ثلاثة بعيدة عن الولاد ودوشتهم. وأنا من أنصار الفكرة دي، اللي انت حتى لو متزوج وعندك اولاد انت ممكن تسيب اولادك عند الجد او الجده وتخرج خروجه مع زوجتك. كده انتوا بتجددوا العلاقه، تخرجوا يومين مع بعض، دي كده انتوا بتجددوا العلاقه. فلو العلاقه ما تجددتش كل فتره تتسم بالروتينيه فتتاثر بالسلب.